قلنا قبل كده ان هنا عندنا حاجات كتيره جدا، شفت جاري من هنا، عندنا من هنا الارم بار ولسه اجمع اللعيب، ممكن اتحرك بيها يمين وشمال الشكل ده الدريل بتاعي عشان اتعود دايما، وانا بقوم ما بسندش على ايدي، رجلي هي اللي بتحولني وبروح بيها على الناحيه التانيه، ايدي دايما مشغوله في الفايت، فما ينفعش اسند على ايدي وانا قايم، اللعيب قام وانا عاوز اغير بوزيشن، بص دي اللي بترمي الوزن بتاعي وبتوجهني الناحيه التانيه، رجلي من ارجع الناحيه التانيه. الكنترول ده مهم جدا يا شباب، ان ازاي احرك وسطي وعارف وراك فين. دي راحه هنا. طب ليه محتاج الكلام ده؟ الرجل لو عدت هنا يا شباب اربع نقط. فدايما اللعيبه في البوزيشن ده اول حاجه بيفكر فيها عشان ما يتخنقش، وازاي ما يطلعش الرجل دي عشان ما يتاخدش اربع نقط، وازاي يطلع من البوزيشن ده. هنعمل دريل دلوقتي بالراحه مع بعض زي الشبكه. قرب شويه يا ابو، هنا ما خليش رجل اللاعب تطلع من هنا. الكلام ده بيحصل في الماتش يا شباب في ثواني. ده عارف كويس، بحط دي هنا ووقف دي هنا. دماغي دي بتيجي من ناحيتي ودي بتلم معايا، كل دوت بيجي في خطوه واحده هنا بالشكل ده، ببعد خالص عن اللعيب. واحد هنا ثلاثة، شوف دول واحد، دماغي دي جت هنا، بص نزلت على دي، دي فتحت من ورا راحت، عشان عاوز اكمل اطلع من قدام وارجع ورا بيها ارمى. الدريلات دي هي اللي بتخليك في الفايت لاعب احسن من اللاعب، اللي بيميزك ازاي تتحرك مع اللعيب. فانا هنا بوقف دي، بحط كوعي دي عشان رجلي التانية ما تطلعش، في ثانية بلاقي اللعيب اختفى من هنا وراح ورايا بضهر.